بالمدرسة من لما كان عندي 4 سنين سنة 1988 لما كانت المدرسة لسه بيت مش مساني وإخواني نفس الإشي دخلوا المدرسة وأختي آخر أخت لإلي خلصت قبل 2 سنين وبلادي بالمدرسة منهم صغار فالشعور صراحة يعني لأنها مدرستي ولأن المستاذ كلهم بعرفهم والمدراء كلهم بعرفهم وسيد سيد الدكتور كمان بعرفه فبتحسي حالك داخلي عبيتك يعني كثير بحب المدرسة كثير بحب الجو بتاع المدرسة بتحسي حالك داخلي عبيتك مش داخلي على مدرسة كثير بحب كيف المستاذ بيعاملونا كأنهم أهل ما بيعاملونا كأنهم مستاذ كيف سيد سعيد الدكتور كمان بيعاملنا كأنه أولاده أنا يعني بنصح أي حدا بحب يكون أولاده ببيئة صحية وبيئة حلوة يختار مثلاً النيو إنجليش لأنه هي عن جد عائلة قبل ما تكون مدرسة غير أنه بالدراسة والإنجليزي وبالمتابعة يعني تعتبر توب وان عندي ثانك يو كتير ضيفتنا لهذا اليوم هي ناشطة اجتماعية تحدت الظروف والصعاب لتحقيق حلمها في جعل البعيد قريب تعالج القضايا المجتمعية وتساهم في دعم النساء في شتى مجالات الحياة من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة مومسترز دعونا نرحب بضيفتنا لليوم الست زينة شاهين والدة الطالب حمزة خليل أهلا وسهلا ست زينة زينة شاهين زي ما حكت مس شادة أنا أمه لحمزة خليل معكم بالمدرسة أنا من الطلاب اللي كنت بالمدرسة من كيجي 1 لصف التوجيهي خلصت من النيو إنجليش والحلو أنه هلأ أولادي بالمدرسة كيف حلو أنه لما ترجعي على المدرسة تشوفي أولادك وتشوفي المسات تحسي أنه لساتك بجو عائلة مش جو مدرسة هلأ عاملة أنا جروب أنا وصاحبتي اسمها دينا تلاوي اسمه جروب مومسترز لما يصير منتج بصير الإنسان حابب حاله أكتر بتزيد ثقته بنفسه أكتر بيقدروا يشتغلوها يعني إحنا عنا بالجروب في كتير ستات ربات منازل بيشتغلوا من البيت يعني سواء بيعملوا أكل بيعملوا كرافتس بيعملوا توازن بين وقت العمل ووقت الوقت لعائلتك كيف توازن بينهم لأنه أكيد يعني الجروب دائما في مسجات يعني أمهات من كل العالم فالوقت مو دائما يعني نفسه مثل هون كيف تفكرين يعني توازن بين وقتك يعني بالعمل ووقتك بال يعني بعائلتك هلا هذا أجمع الخبرة هلا أوليته ممكن كان صعب وكان ياخذ مثلا من وقت العيلة لوقت الأولاد لوقت الجروب بس أنا زي ما حكيت هو بلش صغير وكبر فصار أسهل يعني مثلا هلا إذا بس نسكر بقدر أنزل أكم من بوست بقدر أنزل أكم من ريبلاي على أكم من حد وبرجع بكمل نهاري وصاحبتي بتمسك عني لأنه بلش صغير وكبر الموضوع سهل بس لو لا هلا ماسكته هو 92,000 كان واجهت مشاكل بالموضوع لانه راح يكون صدمه علي انه شيء جديد اجى علي ومش عارفه اديره بس هو بلش عن جد يعني جروب صحبات وكبر ست زينة في عندي انا سؤال تحكي لنا عن لقائك مع الملكه رانيا كيف سمعت عن الجروب احكي القصه وكيف كان اللقاء اوكي هذا بيوم من الايام بشهر 4 او بدايه شهر 4 اجاني تليفون واحدة صارت تحكي لي جلالة الملكة رانيا عزمتك على الفطور باليوم الفلاني شوفوا انتم احلى الجملة جلالة الملكة رانيا عزمتك على الفطور باليوم الفلاني صراحة كان احلى يوم بحياتي والصدمة اللي انصدمتها والرياكشن اللي صار معي صرت ابكي انا معقول الملكة رانيا صارت عارفة مين احنا كتير حضرنا لهذاك اليوم صرنا نستناه بالساعة وبالدقيقة ورحنا وكنا احنا جروب الفيسبوك الوحيد اللي معزومين وكمان تقريبا جزء 40 او 30 ست بس ما خصهم بمجال الجروبات الفيسبوك كتير كان فطور حلو كتير كانت جلالتها بتجنن كتير عفوية كتير قريبة من القلب يعني قد ما احكي صعب انه اشرح قديش كان يوم حلو وصراحة كتير فخورة انها بتعرفنا وصارت عارفة عن الجروب يعني اذا وصل الجروب للملكة معناها انه الجروب الحمد لله اشي كتير ممتاز هل تستطيعي أن تقدمي نصيحة لطلابنا؟ هلأ أنا بنصحكم كل واحد فيكم عنده ميول هلأ مثلاً اللي بتحب الرسم تطور مهارة الرسم اللي بيحب مثلاً يعمل مجسمات ولا أشياء ولا يلعب بأي لعبة يطور الأشياء هاي لأنه ممكن اللي بيلعبوا ألعاب زي فيفا والقصص هاي يكبر ويصير مثلا يخترع العاب ممكن يصبح لاعب مشهور بالضبط واللي بحب الفوتبول مثلا والباسكتبول يطور المهاره تاعته يعني زي محمد بدير هو عم بيحضرنا صح محمد بدير معنا نعم
بعرف انه هو كثير بحب الباسكت بينما حمزه مثلا بحب الفوتبول. انا مع انه يطوروا هاي المهاره لانه ممكن لا يكبروا يصيروا لاعبين مشهورين يعني يو نيفر نو. فبس هاي النصيحه انه طوروا بالاشياء اللي انتم بتحبوها اللي انتم هلا قاعدين عم تعملوها بعمركم. في الختام نود ان نشكر ست زينة لمشاركتنا تجربتها الناجحه متمنين لها المزيد من التقدم والنجاح. شكرا لك ست زينة. مبسوطين معك اليوم. انا بحب كمان اشكر المدرسه واشكر الاستاذ سعيد الترك لانكم اخترتوني. شيء كثير حلو انه ارجع للمدرسه كأم وقعد احكي عن تجربتي وانا كثير فخوره اني انا خلصت من الانجليش. ثانك يو.